مزيان وطحين كيفك تصلي. شو اللي عرفت من تليفون الكلمات؟ إذن مساء الخير عليكم احبابكم متتبعينا متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. اليوم احنا مع واحد القصة اللي تعتبر من بين الطابوهات في المغرب، يعني تيخجلوا الناس، تيخجلوا العائلات، تيخجلوا اي انسان انه يتحدث في هذا الموضوع، موضوع اللي هو يعني نقول بانه شائك، يعني العائلات ما تتمناوش انه كما تنقولوا اخبارهم يخرجوا لعند العيان او الناس يعرفوا هذا الكلام هذا. ولكن اليوم احنا مع واحد يعني الام قبل ما تكون شابه، مع واحد الام اللي قررت انها تكسر هذا الجدار هذا، فقط ماشي الشيء انه توصل صوتها للمسؤولين في القضاء، توصل صوتها لكل امراه، كل شابه تتعنف، تتعرض للتعنيف وتتعرض للاغتصاب، سواء من طرف الاب او الاخ او الزوج او غيره من 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 يعني من الاشخاص الاخرين اللي تيكونوا يعني تحت التهديد. المراه اللي تتعرض للتهديد والاغتصاب تحت يعني بالعنف. واليوم احنا واحد الشابه اللي تنحضر من دائره التوامه اللي قررت انه يعني تحكي لكم وتقرب لكم القصه ديالها، لربما تكون فيها فائده او ربما انه تغيير من خلالها القوانين، قوانين ولا يعني المساطر القانونيه ديال المتابعات بعد ما انه تم الاعتقال ديال الاب ديالها اللي كان تيمارس عليها تحت التهديد بالسلاح الابيض، يعني كما تنقولوا جنويانية تبارك الله ما شاء الله، يعني تيمارس عليها تحت التهديد يعني في المنزل، منزل الاسره، يعني الدفء اللي تزاد فيه، اللي كبرت فيه، اللي شفت فيه الاحلام ديالها، اللي بنات فيه مستقبل، اللي يعني اللي صدفت فيه زوج العمر الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار بعد ما وفاته الامنيه، اللي بطبيعه الحال يعني فرحوا معها فاش كانت زياده ديال اول مولوده لها وهي ابنها. اختي مساء الخير بعدا. عاش ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني بدايه بينك دوينا كيفاش دوزتي المرحله الطفوله في منزل ديالك؟ بالنسبه للطفوله الحمد لله الطفوله اللي هي زوينه، قريت حتى سالت القرايه ديالي ولكن ما انتقلتش زعما كملت. قريت السادس صافي حبست. بحكم هذيك المنطقه يعني البنات صعب عليهم يكملوا قرايتهم. صعيب. نعم. صافي من تما صافي جلست وتزوجت. يعني ملي توقفتي من القرايه في السادس من بعد يعني بقيتي قاعده في الدار. علاش كنتي تدي ديك الساعه من السادس يعني قبل ما تزوجي؟ والو الشقه ديال الدار وداك الشيء صافي الشيء اللي كندير صافي حتى تخطبت وتزوجت. ودوزت عامين ديال الزواج ديالي. فاش من سنه تزوجتي؟ سنه 2014. 2014. شحال في العمر ديك الساعه كنتي ديك الساعه؟ 20 عام. 20 سنه. تزوجتي؟ تزوجت ودوزت عامين في الزواج ديالي وراجلي مات صافي توفى لي الساعه 2016. صافي 2016 بالضبط توفى الزوج ديالك. وفين كنتي عايشه ديك الساعه؟ مع الزوج ديالك ولا مع العائله مع الاب؟ هذيك الساعة عايشة مع الأب ديالي. مع الأب دي يعني تزوجتي وعشتي مع الأب ديالك في نفس الوقت؟ لا ملي مات راجلي
مشيت عند راجل عند الوالد عندك يعني جيتي سكنتي، علاش ما يعني واش الزوج ديك ما خليكش دار ما خليكش تسكني؟ لا كاين، ولكن هذا ما بغى نكون حداه. فهمت، يعني من مات الاب ديالك با قال لك اجي لدار باكم، اجي لدار باكم. من مات راجلي مشيت عند با صافي، دوزت من 2016 من 2016 حتى 2024 حتى 2024 يعني تقريبا 2016 ل 2024 يعني مده سنوات. يعني كيفاش كانت المعامله ديك الساعه ديال الاب ديالك من 2016 ل الحمد لله زعما ما قاصح شويه، ولكن الحمد لله ماشي يعني 9 سنين وانت عايشه بعد الوفاه ديال الاب ديالك، عفوا بعد الوفاه الزوج ديالك 9 سنين وانت في دار الاب ديالك. نعم صافي، نهار هذا الشهر 8 11 8 صافي بدا كيعتصبني وكيهددني. يعني علاش 9 سنين وانت معاه في الدار وعايشه معاه في الدار وكما تنقولوا وجبتي ليه بنيه هي الحفيده ديالو وعايشه معاه وتتشقاي وتتصبني وتتخملي الدار وتهزي يعني وتسخري هذه المده كلها ديال 9 سنين كلها هي كلشي. كان ديك الساعه الاب ديالك عادي ديك الساعه؟ كان عادي حتى لهذا الشهر شهر 8 صافي بدا فيه هذا الشيء. كيفاش بدات الملامح الاولى بانه بان لك بانه الاب ديك ماشي عادي معك؟ الاول حيت زعما ما بينش ليا، جاب شي اوراق هي اللي اجي قرينهم ليا، وملي مشيت عندي صافي ما بينش ليا داك الشيء اللي غادي يدير حتى مشيت عنده. مشيت عنده صافي هز عليا الجنوية قال لي هاد شنو غادي ديري ولا نقتل، اما زعما يعتصبني اما يقتلني. قلت لي بانه كان تحت لك جنويه كبيره يعني حاولي اختي تحكي لنا باش الناس يفهموا القصه مزيان. يعني كان هذيك اول مره هذه اول مره صافي. من بعد درت ليها الادله حيت الا مشيت عند زعما نديكلاري الا ما درتش ليها الفيديوهات غادي ينكرني، غادي يقول بلي ما درت حتى حاجه. صافي درت ليها الفيديوهات ومشيت حتى هما كاين هو واحد خوه داري عايشه مع العم ديالك نيت والزوجه ديالو. دايرين بزاف ديال الجرائم اخرين بحال شاد الجرائم اللي دار الاب حرقوا واحد السياره لواحد السيد واحد وحرقوا واحد النادر اللي هو شعل حرقوا حتى هو وهددوا واحد السيد اخر. هذاك السيد اللي حرقوا ليها النادر هددوه بالقتل داك الشيء اللي داروا لي، وانا خايفه من داك الشيء. يعني خايفة تشو هو تيقول لك هذه الهضره هذه، يعني انا راه شفت السيد حرقت ليه طوموبيلته وهددته بالقتل، يعني يمكن ان ندير فيك هذا الشيء. ممكن يدير لي هذا الشيء. صافي درت ليها دوك الادله ومشيت ديكلاريت. وملي ديكلاريت والعائله ديالي كلهم تبراو مني. قالوا هذا الشيء يعني عائله الاب ديك كلهم تبراو. علاش تبراو منك؟ ما تقبلوش هذا الشيء؟ ما تقبلوش هذا الشيء. باش واجهتيهم؟ باش قلتي لهم؟ ما قلت لهم والو، خليتهم وهربت. حيت دابا داك عمي والعصابه ديالو دابا كيتابعونا. تابعينك تيجيو تيقلبوا عليك؟ كيقلبوا عليك. تيقلبوا عليك ما شاء الله. وفي هذيك الوقيته فاش يفرض عليك انه اش من وقيته بالضبط يفرض عليك تيقول لك اجي لعندي؟ حتى كيتعشى الناس في جوج ديال النهار. جوج ديال مالين الدار حتى انا تما مالين الدار عاد كيقول لي اجي لعندي. الدار كبيرة؟ شوية الحمد لله. نعم، وشكون اللي عايش معك في الدار؟ كان الوالدة ديالي وعمي ومراته وكان واحد خويا كيكونوا بعض المرات كيمشي. نعم. صافي ملي هربت كيما قلت لك هربتي؟ عرفت وديكلاريت ودابا كيتابعني. كي درت يعني كيفاش جاتك انت الفكره انك تهربي وديكلاري يا اختي؟ سولت الناس قلبت حتى سولت الناس
وقال لي هاش غادي ديري هاش غادي ديري صافي كهرب. وطبت لك المسافه تل اي توري انت وبنتك؟ انا وبنتي. ودابا بنتي كيقولوا بلي ماشي معايا وكاينه في الخارج. لا بنتي كاينه معايا. كاينه معاك بنتك عايشه معاك دابا مستقبلك السيده في مراكش هي اللي محتضنك. نعم ما شاء الله. يعني وما حاولتيش انك هادشي تقولي الام ديالك ولا العم ديالك ولا الاخ ديالك تقول لي راه الوالد ها اللي تيدير له اللي تيدير؟ لا راه كيهددني. 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 ما بغاش. يعني واش تيبقى مراقب كل شنو؟ عرفتي اش قضيه الدار ما كنقدرش نديرو. كيتابعني هكا وهكا وهكا فين ما بغيت نمشي كيتابعني. ما شاء الله. ما عمر شي واحد يعني يحس بانه كاين شي حاجه لان موته كانت قصيره شي شهر تقريبا. ملي كنكون الناس كيدير واحد الوجه. ملي كنكون بوحدي معاه كيدير وجهه. نعم. وكيفاش هو يعني تينده عليك باش انه تفرض عليك داك الشيء؟ نعم. كيفاش توقف عليك ولا شنو؟ توقف عليك وتيقول لك تبعيني تبعيني. ما شاء الله. وهذا الشيء اثر عليك بزاف اختي؟ النفسيه ديالي ما استقراش. يعني الاحساس ديالك بانه تشوفي الاب ديك كان تيمارس عليك والان هو معتقل ومتابع في القضيه ديال الاغتصاب ديالك. كيفاش الاحساس ديالك؟ صعيبه بزاف واحد النفسيه اللي صعيب. ما كنتيش تنظن هذا الشيء؟ ما كنتش كنظن هذا الشيء وما كنتش زعما كنظن غادي نوصل لهذا الشيء كامل. لا ما شاء الله. ما عمرك كنتي تتمني نهائيا؟ لا ما عمري كنتمنى. ما عمرك كنتي تظني بانه الاب ديالك انه يكون هكا؟ ما عمري كنظن هذا الشيء. اش كنتي تتمني في الاب ديالك يكون فيه؟ كنتمنى فيه يعاوني زعما ندير شي حاجه شي مشروع اللي غادي يعاوني ولكن لا. وشديت شي لاسورونت من الزوج ديالي وخداها. كرهوهم ليك؟ عجيب. كنتي انت دروك قلتي لي بانك كنتي تتوثقيه في اللحظه ديال انه تفرض عليك داك الشيء تيمارس عليك كنتي تتوثقيه انت بالفيديو هذا الشيء اللي كاين. كنتي تتصور كيفاش وما ما كانش ينتبه؟ لا حيت عندي الشوف شويه ناقص. عندك الشوف ناقص؟ عنده هو الشوف ناقص. شحال في العمر ديالك؟ 80 عام. 80 سنه. 80 سنه. يعني كيفاش تحطي كيفاش واش تحطي التليفون ولا شنو بالضبط؟ كنحط التليفون ونسجلو. ما شاء الله. دوكا اش تتمني انت دوكا المستقبل كيفاش تشوف المستقبل ديالك انت ومستقبل ديال البنيه ديالك؟ كنتمنى الناس يعاونوني باش ندير شي حاجه نخدم عليها حتى نكبر بنتي هذا الشيء اللي كاين قريها حتى نوصلها ان شاء الله. ان شاء الله. المستقبل كيفاش تشوفي دوكا؟ المستقبل ديالي كنشوفو غير مع بنتي وصافي. لا لا صافي. يعني تقدري تجاوزي هذه المرحله ان شاء الله؟ ان شاء الله. واخا ها؟ وبالنسبه زعما القبيله ما عمري شفت فيهم شي حاجه اللي خايبه من غير دارنا صافي. انا دابا كنطلب غير حقي هادشي اللي كنطلب. فهمت. والمحسنين يعاونوني هادشي اللي كاين. ان شاء الله هادشي تنتمناو اختي وغادي نرجعو بطبيعه الحال للموضوع ديك لان مشكوره الاستاذه يعني هنا في مدينه مراكش المحاميه اللي غادي نستقبلوها يعني مستقبلا في بث مباشر في تفصيل على الاجراءات والترتيبات القانونيه والمسطره القانونيه اللي قامت بها هذه الحقيقه. تنعذروا هذه السيده هذه تنعذروا بطبيعه الحال يعني لسانها لانه الحدود الساعه باقي تحت التاثير النفسي يعني باقي الهول ديال الواقعه لانه مازال ما كملش الشهر حتى مازال باقي في شهر يعني في شهر 8 شهر 9 تم يلاه تم الاعتقال الاب يعني اللي كانت عايشه معاه الابنه ديالو اللي امامنا وهي عندها حفيدو يعني مع حفيدو يعني اللي بنتها من 2016 حتى 2024 وبالضبط في شهر 8 يعني كيفاش هذا الاب بدا توسوس ليه الشيطان انه يضغط على يعني الابنه ديالو بهذه الطريقه يعني ما عرفش اش اللي بان ليه ولا اش اللي زين ليه الشيطان في هذيك اللحظه حتى ضغط على هذه السيده هذه هذه الابنه ديالو ويعني فرض عليها الممارسه تحت التهديد بالسلاح الابيض يعني جنوي جويجه كما تنقولوا تيحطها ليها وتيبزز عليها فوقت في واحد منتصف النهار الناس تيدخلوا تيرتاحوا يعني في الراحه
يعني وعايشه مع الام ديالها وعايشه مع العم ديالها والزوجه ديالو والاخ ديالها، ومع ذلك يعني حتى واحد ما تيسق الخبر، لانه كما تنقولوا بكل خطوه تدير هذه السيده هذه، الا وكان خطوه ديال الاب ديالها اللي مراقبها وكان تيهددها بانه راه حركت السيد طوموبيلته راه تنهددو بالقتل، راه تنفعل تنترك، يعني داكشي اللي تندير في الناس في القبيله راه نقدر نجي نديرو. فاليوم هاد السيده تطلب حقها فقط بالقانون، لانه واجهت الاب ديالها ولات في مواجهه العائله بصفه عامه وللاسف متتبعين. فاليوم تطلب فقط بالحق ديالها والمساعده ديالها في الادماج في الحياه هي والابنه ديالها، يعني تتمنى انه الابنه ديالها تكمل الدراسه ديالها يعني وتوفر لها الحياه. بتقول شي كلمه؟ تفضلي تفضلي. وبالنسبه لدوك الجرائم الاخرين راه مشاركين هما بجوج، عمي وبا. بجوج مشاركين فيهم. ما شاء الله، غادي يكون ان شاء الله خير. وحنا غادي نبقاو مواكبين معاك بطبيعه الحال هذا الملف هذا، ان شاء الله تنشوفوا القرار ديال المحكمه وكذلك نشوفوا المستقبل ديال هذه السيده الان، لان تترجى وتطلب من المغاربه كلهم ان يوقفوا بجنبها باش انه بنتها تضمن لها مستقبل افضل ويعني وتعيش حتى هي حياه كريمه. وبقى نشكركم، شكرا لكم. الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.